يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ابني عمره 8 سنوات وأخذه معي لصلاة الفجر، وأثناء الصلاة يصيبه النعاس فأقوم بغمزه بيدي حتى ينتبه، فأشار إلي أحد المصلين بأن هذا ليس عليه صلاة واجبة، فلو تركته في البيت ولم تحضره لكان أفضل لأنه يشغلك في صلاتك، فهل هذا الكلام صحيح؟ النوم في الصلاة والنعاس في الصلاة ما يضر لا من الكبير ولا من الصغير، النوم والنعاس في الصلاة لا يضر سواء من الكبير أو الصغير، خليه يصلي لو نعس، خليه يصلي ولو أنه نعس وربه على الصلاة لأنه تصح منه، كله أجر وأنت لك أجر أيضا. نعم، ولا تتركه في البيت. نعم.